الآن وصلنا للجزء الأخير من المحاضرة اللي فيه اللي بنحكي عن الكاردناليتي ريستريكشنز. فهي يعني بسرعة سهلة داش كثير يعني احنا هاي سريعة. في اللي بتعرفوا باليو ام ال والاي ار في كاردناليتي مضبوط مش متذكرينها؟ في كاردناليتي. شو يعني كاردناليتي؟ خلينا نجي نشوف طلعوا احتمالية عدد العدد العدد نعم العدد. هلا في عندي كور ستودنت بقول طلعوا في عندي هون انا عملت كلاس طلعوا هذول برضه كلاس اكسبريشنز عندي كلاس شو اسمه؟ كول بهذا الكلاس في عندي علاقه اسمها انرول كل شيء مسجل على الاقل سوري اتليست على الاقل ثلاث اشياء حطوا في كلاس نفسه اي ثلاث اشياء انا ما كنتش فاهمها مسجل ايش على الاقل بروح على الانستا على الانرول انرول ان بالار دي اف فايل تبعك وبعد بقول اوكي انو عنده ثلاث على الاقل ثلاث عنده ثلاث تسجيلات هل التسجيلات شو ما قلتش ترانزاكشن ما قلتش بجيب هذول الثلاث سوري بجيب هذول الانستانسز وبسميهم ستودنت فيعني شو تعريف ستودنت صار هاف ستودنت ماست بي انرولد ان 3 ثينكس ات ليست ثينكس يعني اني ثينك ليه هل ده ما معناته ثلاث مينيمم كاردناليتي انا حاط ثلاث يعني انا عرفتها ثلاث ممكن ممكن تعرفها 50 زي ما بدك يعني انا هون قصدي طبعا كورسات بس ما كنتش كورسات ملاحظين؟ طلعوا على السلايد بدي احط النكست سلايد شو بتغير؟ ماكس ولا ايش اسوي؟ ماكس ست فشو انا قلت هون؟ روحوا على الانرولد ان شوفوا لي قديش مره للانستنس قديش له انرولد في شغله اللي ماكسيمم 6 طل لي اياهم وحط لي اياهم هذول في كلاس اسمه ستودنت يعني مع اخر انا عرفت كلاس ستودنت بانه على فكره انا حطيته صب كلاس او ايش يقول لك؟ انه مسجل قديش؟ نو مش ست ماكسيموم هنا مينيموم بقدر اقول اثنين بقدر اقول اعطيني اللي مسجل اكل شيء ثلاثه واكثر شيء ست صح؟ وبقدر اقول ترى وبقدر اقول اعطيني اللي مسجل اكزاكتلي ست كاردينالي بس فيش لا من ولا ماكس اعطيني اللي مسجل اكزاكتلي خمسه سوري خمسه ف Each student must be enrolled in five students, five things exactly. Things. ما قلت شو هذول الثينكس أنا. أي شيء. ملاحظين؟ في أي سؤال؟ آه في أنا عندي سؤال. طب كيف بدك تقول مسجل خمس كورسات؟ بنحدد الـ هذيك ما بنسميهاش كاردينالتي. شو بنسميها؟ كواليفايد فإذا استعملت كلمة كواليفايد كاردناليتي لازم أحدد ليش تقدر تقول ساعتها طبعا كلمة من لازم هاي لازم من تقدر تقول فأنا في عندي ريستريكشن شو هو هيك يقول هذا الإشي تعريفه إنه اللي مسجل طبعا كواليفايد كاردناليتي خمسة يعني زائد خمسة بس خمسة ايش؟ مسجل خمسة ايش؟ كورس فبحط on class كورس وبقدر نفس الاشي اقول minimum qualified cardinality و maximum qualified cardinality انا هيك مستعمل اه انتم زمان ما كنتش تعملوا minimum اوكي هاي قولتو طيب هلا هان اذا انا اذا بدي دائما اقول لمسجل خمس كورسات احدد اقول شو هم
بستعمل اني لكواليفاي كاندديت صح؟ واذا بديش احدد بحط كاردينال دينجر ما بكفيش لما انا اعرف البروبرتي ان رول ان اقول انه ال رينج تبعها لازم يكون كورس يعني رينج تبع انرولد ان لو انا لما عرفت قلت انه ممنوع يكون اي شيء غير كورس انا قلتش ممنوع انا قلت هيك لا انا بسال لو انا عامله هيك هل هذا كفايه لا ما هو إيه؟ لا 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 ما غلطت بس انه تخيلي بطل اسمها انرولد انه لا لا شوي لا هي شو قصدك قديمة طب ما هو انا يا استاذ لما حطيت انرول عملت الرينج تبعها كورس خلص طب ليش انا كان انا بقدر استعمل اوكي لما بقول انرول هلا مش لازم كل انستانس كالتالي اوكي كلامك مزبوط ومقبول 100% بس ما هو اصلا مش شرط تحط دومين ما هو اصلا انت مش مجبور تحط دومين رينج فبلزم بالاول انه نعمل اوبريتر كول انه يو مين اني ثينج اور يو مين سمثينج اوكي هو مصطلح كاردينال الدكتور يعني هو شيء على شيء رقم على رقم يعني ثلاثة على ستة لما تحكي عن ثلاث شغلات مثلا جمال انا فاهمك 100% الجامعة انا فاهمك 100% مثلا سيارة صحيح انا فاهمك 100% بس عشان نخرج الشباب هي اصلا كلمه كاردينالتي انحطت لما كنا نتعامل مع اليوم ال والاي ار وهناك في الداتا بيز مستر ما اوكي والكلمه غلط ماشي حتى بقول بس مش مشكله معناها بأول هيك معناها بأول في اي سؤال في اي سؤال على الكاردينالتي في اي سؤال طيب هذا السلايد شفتوه مني بجوز قبل هيك كمان مره ليش الداتا تايبس تبعت الاكس ام ال هي اللي بيستعملها الداتا تايبس في الاول واول 2 وبالاضافه لنقدر نحدد بس انا ما بعطيش فيش عندي سلايدز عليه ما عملت سوكي يعني هذا انا وحالك انه اذا بدك تعرف داتا تايب انت بتقدر تعمل انت من عندك داتا باختصار وتقدر تقول انستانس وكومبلمنت تبع واحد من هذول يعني تقدر تبني كلاس بانترسكشن يونيون تقدر تقول انا بدي كلاس اليون هو يونيون لي السترينج والبايت والانتجر يعني فهمت علي داتا تايب تعرف داتا تايب انت تسميها انترسكشن مع كذا كذا او الى اخره تقدر تعمل الداتا تايب بدك اياها